السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا وين تواجد بلايلي في معسكر شهر سبتمبر المقبل يبقى يعني المستبعد. راه نقول لك قالك راه متوقعيه في مولوديه، والله العظيم الله يجعل بلايلي يلبد التليفون يقولوا ديرني في القائمه، والله يتريني ويلعب لي ماتش اميكو، يلعب في هذو الايام اللي باقيين ويلعب دو ماتش تروا ماتش اميكو، والله العظيم لك في القائمه ويلعب تيتيلير في السنغال ونربحوا السنغال 3-0 4-0 5-0 6-0. خاطش عندنا حنايا مشرف على المنتخب الوطني خطه تكتيكيه يديرها، نربحو حتى 6-0. اي اليوم مكان والو، السنغال مكان والو، السنغال راحت بالكواليس الكوب دي موند، المغرب راح بالكواليس، تونس راح للكواليس، زيدو شكون فاني، غانا دارت ماتش نيل دارت 0-0 في بلادها، وراحت دارت ماتش نيل في نيجيريا، دارو في 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 غانا دارو 0-0، في نيجيريا دارو 1-1، كاليفات غانا، أما لا دارو الكواليس وراحو، غانا نيجيريا فاني الكواليس، فاني بالكواليس، السنغال راحو بالي بيناتي فاني بالكواليس، المغرب بالكواليس، المغرب ديجا وصل دومي فينال بالكواليس، بالكواليس، إسبانيا باعت له، البرتغال باع له، لا بلجيك باعت له، كندا باعت له بالكواليس. احنا نقولكم احنا مروحناش كوب دي موند بالكواليس، احنا لمينا الدراهم، انا ديجا انا لميت الدراهم مع بعض الصحفيين وطيتهم، انا طيتهم زوج ملاير، انا طيت زوج ملاير باش قاسما يخسرنا هنايا هنايا. انا نقولكم كيفاه نتوما، نقولكم كيفاه، بصح غادي مي مكاش كواليس غادي نربحو السنغال، نربحوها بستة هاكا ولا 6-0. نقولكم هيا انت علاه كان بلايلي يلعب نهار النيجر، بلايلي مكاش يلعب كارو بلاصو، مكاش يلعب بزاف، ملعبش بزاف، شحال لعب من جونفي لمارس، شحال لعب بلايلي تاعكم، شحال لعب حال السنغال، السنغال غادي يزعقو معاكم، غادي يكسرو معاكم السنغال، على بالكم بلي غادي يزحكو معاكم، غادي يسيو اللعابة كيما نهار الضربة تاع لعبنا أمام نيجيريا في 2020، مي لعبنا ربحناهم 1-0، شاه جاب فماك، شاه جاب زراري وجا، شتو كيفاش، ومن بعد لعبونا لهنا كسر خير ذاك الأربيت تاع تونس، على بالي بلي هدرتنا تضركم، وعلى بالنا نتوما كي تخرجو تولو تنبحو. على بالك تولو تنبحو نتوما، راكم مضرة، على بالنا بلي راكم مضرة، تنبحو يقولو لكم انبحو، والله غالب أموال يخلوكم تنبحو، متالي كاع، خسارة للجزائر، بصح نتوما تنبحو، هذه هي، وين نجح مولودية الجزائر في حسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى عام 2025. ويسعى النادي العاصمة لبناء فريق قوي قادر على تجديد يعني العهد مع الألقاب المحلية بجانب الذهاب بعيد في المسابقة القارية، في حين يسعى بلايلي إلى التألق والعودة بأسرع يعني بسرعة بأسرع الشكل إلى صفوف المنتخب الوطني، وهي المهمة التي ستكون صعبة على مدى القصير، حيث سيكون من الصعب جدا تواجد اللعاب في مخططات المشرف قبل انطلاق معسكر شهر سبتمبر المقبل، وذلك لعدة اعتبارات، ويبقى وبقي بلايلي لفترة طويلة من دون يعني أي منافسة، والتحديد منذ شهر أبريل الماضي تاريخ انفصاله في عن النادي أجاكسو الفرنسي، من الأمر الذي جعل يعني جعله يبقى لفترة طويلة من دون منافسة، ما ترتب عنه زيادة كبيرة في الوزن مما يتطلب منه العمل بدني كبير في الفترة الحالية، وهو ما سيفرض عليه ضغط
إضافي، هكذا كما أن البليلي سيكتفي وإن تجهز بدنيا يلعب للقاءات ودية فقط مع فريقه الجديد مولودية الجزائر، بما أنه سيكون غير قادر على خوض لقاءات رسمية في البطولة الجزائرية والتي لن تنطلق قبل موعد انطلاق معسكر شهر سبتمبر المقبل الخاص بلقاء تنزانيا والسنغال، في حين سيكون بليلي متاح وبشكل مناسب لمعسكر شهر أكتوبر المقبل والذي سيكون فيه بليلي في حالة بدنية وفنية أفضل بكثير، وسيشكل يوسف بليلي أحد أبرز أعمدة مشروع الجديد للنادي وللمنتخب الوطني والخيارات كبيرة بأعلى مستوى. أيوا نقول لكم كلمة ونعاودها لكم، بليلي غادي يكون في سبتمبر، إلا بغى بليلي يكون غادي يعيطو بليلي يكون في سبتمبر نورمال عادي، لي يجي يشوف بليلي يمشي في مكاش كيما نهار كيما نهار اللي كنتو تهضرو ها بليلي وبعيدة وبلي تتعايرو فيه من هنا، خرج المشرف تاعكم قالكم أنا عندي بليلي خير من بالرحمة، أيا ولا بليلي خير من بالرحمة نورمال عادي، هذه هي قالكم أنا عندي بليلي، شكون اللي حرق بالرحمة؟ شكون اللي حرق آدم والناس؟ شكون اللي حرقهم؟ دقدقهم. تكتيك عالمي نقولكم، تكتيك العالمي هو اللي يحرق، غادي بليلي يلعب دو ماتش بالك يلعب ان شاء الله بربي دو ماتش وان شاء الله يكون في المنتخب الوطني الجزائري والمكانة تاعو منظرو كي واجده، منظرو المكانة تاعو مليها مليها في ديك النصر واجده مكانش يتوشي، شكون يتوشي نتوما تشوف بلي غادي هذا لونتيا يلعب بليلي مرضى راكم مرضى نتوما، اش راكم غالطين؟ ليلي كاع ما يقراش من ليكيب ناسيونال، حنا انا مع بليلي، انا اللي بدا نهار اللي كنتو نتوما تعايروا في بليلي قلت لكم يا ودي راكم غالطين، بليلي غادي يكون في ليكيب ناسيونال، ونهار اللي خرج ودرتو درتو ما عندكمش اعلام كنتو تقولوا بلايلي لقد انتهى مع المنتخب الوطني، بلايلي المدرب يبدا يعني في غربله وبلايلي صايك منها طاب طاب، خرج هو في ندوه صحابيه التاليه قال لكم عندي بلايلي يلعب 80 دقيقه وبالرحمه ما يلعبش بالرحمه في البنك عنده في التربص هو طايح على بالرحمه نورمال، هذه يا اخويا مانشستر خسر 3-0، مانشستر خسر 3-0 على بالنا يا ربي تعجبونا الله غالب عليكم، راهم دايرين كاع الماوى تاع بلاي تاع محرز في السعوديه كيف هو مشي زعق اخويا مشي ضحك، ادمروي بشويه ادمروي بشويه ما تحمسوش بزاف ما تبقاوش تحمسوا، انا نقول لكم ما تحمسوش تحمسوا بزاف على بالك ولدو تحمسوا على بالك، انا نقول لكم والله لو تحمسوا بزاف
بشويه على تحمسوا عليها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.